بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي ارتفاع النهارده في نسب الرطوبه على مدار اليوم ونشاط في بعض المناطق، وكمان هيكون في فرص لامطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وحلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها. احنا طبعا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه في المحافظات الشماليه. تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 33 درجه مئويه، لكن طبعا المحسوسه بتكون اعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات نتيجه وجود نسب رطوبه، ويمكن بنحس بيها اكثر فترات الظهيره تحديدا، لان بيبقى فيه هدوء لسرعات الرياح، بيبقى فيه كمان سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير. فبالتالي طقس فتره النهار بنحس بيه ان هو طقس حار رطب على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط. شديد الحراره في المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، بنبدا نشعر بيه بشكل كبير في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لكن اجواء فتره الليل هي اجواء معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه في المحافظات اللي موجوده في شمال البلاد. بالاضافه كمان يعني في نشاط للرياح بنحس بيه فترات المساء وساعات الليل، بيؤدي بشكل كبير لعدم احساسنا بنسب الرطوبه، وده اللي بيلطف الاجواء ويخلينا نحس بنسمات الهواء اللطيفه في معظم محافظات الجمهوريه. يعني ده نشاط رياح بيؤدي لتلطيف الاجواء بشكل كبير. بالاضافه كمان نشاط رياح هيؤدي اليوم لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر وخليج السويس. ارتفاع الامواج هيكون ما بين 2.5 ل 3.5 متر، والبحر الاحمر وخليج السويس غير مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالاضافه كمان البحر المتوسط الحمد لله معتدل، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. نشاط الرياح كمان اليوم ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في اقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين المجران الملاحي المناطق الحدوديه نتيجه وجود سحب رعديه في السودان، بيبقى معها رياح هابطه وبتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، فاحنا ممكن نتاثر ببعض الاتربه والرمال المثاره في المناطق الحدوديه. بالاضافه كمان فرص الامطار لسه مكمله معانا، امطار خفيفه على بعض الاماكن من جنوب سيناء، هي طبعا امطار خفيفه ورعديه على جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابه، بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين، وممكن كمان الامطار تمتد لبعض المناطق من جنوب الصعيد زي ابو سمبل، لكن في مجمل الامطار هي امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بالاضافه كمان الشبوره المائيه لسه موجوده معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي والرؤيه الافقيه بتبقى يعني اتحسنت على اغلب الطرق. مهم. طيب هي الرطوبه مكمله معانا يا دكتور لحد امتى؟ هي الرطوبة مكملة معانا لحد نهاية 8، وكمان هنلاقيها موجودة في 9، لكن احنا بنتكلم ان في عوامل بتخلينا ما نحسش بالرطوبة بشكل كبير، وخاصة يعني فترة الصباح الباكر او فترات الليل التوزيعات الضغطية ممكن تساعد ان احنا ما نحسش بنسب الرطوبة. وجود نشاط لرياح يقلل احساس بنسب الرطوبة، لكن هي الرطوبة مكملة معانا واحساسنا بيها مكمل معانا لنهاية 8، تدريجي في 9 هيبقى في رطوبة لكن هتبقى اقل من اللي احنا كنا بنشعر بيها في شهر 8، لحد ما نبدا ما نشعرش بنسب الرطوبه بشكل كبير مع نهايه 9 باذن الله. طيب بالنسبه للرياح اللي مصحوبه النهارده برمال واتربه، هل هي هتاثر على حركه يعني الرؤيه الافقيه؟ هل ممكن تاثر على مرضى الحساسيه ولا هي يعني خفيفه شويه؟ يعني هي ممكن تاثر طبعا على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لكن هي موجوده في مناطق معينه في المناطق الحدوديه اللي موجوده في حلايب شلاتين ابو سمبل اقصى جنوب البلاد، يعني مش بتشمل باقي مناطق الجمهوريه، كافه القطاعات الاخرى في الجمهوريه الحمد لله ما فيهاش اي اتربه ورمال مثاره،
نقدر نستمتع بالاجواء، لكن يعني هي اكيد وجود اي اتربه ممكن تشكل يعني خطوره على مرضى الخلايا الصدريه والجيوب الانفيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 33 والصغرى 25، العاصمه الاداريه 33-25، اسكندريه 31-24، العالمين الجديده 31-24، مطروح 30-23، ودمياط 30-25، بورسعيد 31-25، الاسماعيليه 34-24، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 23، العريش 31-24، كاترين 35-18، طابة 36-25، حلايب 37-29، شلاتين 40-31، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 38-29، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 24، بني سويف 36-24، الوادي الجديد 41-25، أسيوط 37-23، سوهاج 40-26، وقنا 43-27، الأقصر 44-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لمنى وشاذلي نكمل معهم بقية فقراتنا. شكرا ليك يا لمنى.